احنا وانتي مش خصوم في المعركه دي خالص. انتي معركتك مع سليم الانصاري مش معانا. بس انتوا سليم واحد، كان واحد مننا، دلوقتي احنا حربنا ضد سليم الانصاري، وعدو عدوي صديقي. يعني ايه؟ مش فاهمه. ما تيجي على سبيل التغيير او على سبيل التجربه مثلا نجرب ننسى خلافاتنا ونحط ايدينا في ايدين بعض. انا مش للبيع يا صلاح بي. لا ما هو عايز اقول لك على حاجه، سيبك من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده، انا ما بقولكيش اكتبي تقارير عن زمايلك، دي مش شغلتي اصلا. انما عايز نساعدك ازاي؟ هو انتوا ليكوا في حاجه تانية اصلا؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا الوحيد في العالم ده كله اللي يهمه انه يقبض على سليم الانصاري ويسلمه للعداله. يمكن يكون ده موقفك الشخصي، اما موقف الوزاره ايه؟ وانا من الوزاره وده شغل الوزاره، وانت بهجومك علينا ده بتشتتي نفسك قوي، بتلخبطي الناس. بصي يا نسا جميله، المجرم في القضيه دي واضح جدا، المجرم اسمه سليم الانصاري، ده اللي لازم نركز عليه. تكلمي الناس عنه، هاجميه، اشتميه، اعملي كل اللي انت عاوزاه، انا مش هلومك. اقول لك على اكتر من كده، اعملي هاشتاج سميه بلغه عن سليم الانصاري، واقنعي كل الشباب اللي عندك في السوشيال ميديا انهم يبلغوا عنه، يدوروا عليه وهم يساعدونا. هاتيلي معلومه واحده حقيقيه وشوف انا هعمل معاك ايه. مش هتخسري حاجه، وجربي، ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجه مع بعض يبقى يا ست ارجعي اشتمينا زي ما انت عاوزه. مش يمكن التجربه دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفها قبل كده، وهتحطي ايدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها؟ مش يمكن تغيري موقفك؟ ولا انت خايفه من حكايه تغيير الموقف دي؟ ما اعرفش. الحق حق ان يتبع، وانت حقانيه قوي وتدوري على الحقيقه. خليكي معايا. نويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المرة دي، أما نشوف آخرتها ايه. جميلة نفذت يا فندم، والهاشتاج بدأ ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياة حتى هو مصير اي حد يفتح بوقه ويتكلم؟ سليم الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبة ابوه ومش همه اي حد. يا ترى بقى هتوقفوا بوعدكم معانا يا رب؟ طلع مفيش حد فوق القانون ولا لا؟ احنا ملناش غيرك يا رب.